طنين الأذن عشبة اسمها جينكا بيلوبا، يؤخذ منها ملعقة صغيرة، أو آسف، يؤخذ 4 ملاعق كبيرة على كيلو من العسل، يؤخذ منها ملعقة كبيرة صباحا وملعقة آخر النهار. إذن الجينكا بيلوبا من مطحونها 4 ملاعق على كيلو من العسل، ناخذ ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار. أيضا بخلصنا من طنين الأذن اللي هو الزنجبيل ويا الحليب، ملعقة صغيرة يوميا بنستفيد. أيضا أوراق الزعتر المغلي أو منقوع أوراق الزعتر، وأيضا الدارسين، كل هذه مفيدة لمشاكل طنين الأذن. أما التهابات الأذن، ضرس ثوم صغير بنخرمه وبنضعه على باب الأذن نصف ساعة بيخلصنا بإذن الله سبحانه وتعالى من التهابات الأذن.